أنباء منتان أحييكم. أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018-2019. ووافق المجلس أيضا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على 5 قوائم مرفقة بالمشروع والتأشيرات العامة المرفقة وعددها 22 مادة. كما وافق المجلس كذلك على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب للعام المالي 2018-2019. قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة شريف إسماعيل مراجعة الإجراءات التنفيذية لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الإسكندرية والبدء في تنفيذ المشروع مع بداية العام القادم، وذلك بعد طرح الأعمال الاستشارية والدراسات الخاصة به من خلال أحد المكاتب الاستشارية الذي أعد دراسة شاملة للنقل الحضري بالإسكندرية. تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 360 مليون يورو على أن يتم الانتهاء من تنفيذه مطلع عام 2022. بحث وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي مع سفير استراليا بالقاهرة نيل هوكنز سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية المحلية. كما تم أيضا مناقشة تطوير العلاقة بين معاهد التدريب المتخصصة في البلدين وتأهيل الكوادر وبناء القدرات والتعرف على التجربة الأسترالية في مجال اللامركزية. من جانبه عبر هوكنز عن استعداده للتعاون في مجالات التنمية المحلية والتدريب وتبادل الزيارات وإنشاء علاقات بين المعاهد الأسترالية المتخصصة ونظيرتها المصرية. أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قبيل قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي، وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية. وأشار إلى أن القرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين. وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار تحسين المنظومة التشريعية التي تتبناها الوزارة بهدف تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية. أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن الخارجية الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي على مجلس العلماء الأفغاني في العاصمة كابول، والذي أسفر عن استشهاد نحو 14 شخصا وإصابة 20 آخرين. وأعرب البيان عن التعازي لأسر الشهداء. أكد أيضا البيان وقوف مصر مع أفغانستان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في البلاد. كما شدد على أنه يجب على جميع الدول التكاتف لمواجهة الإرهاب وقطع دابره. وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية بروتوكول تعاون مع قناة تن تقوم بموجبه القناة بدعم كافة أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان، وذلك إيمانا منها بأهمية المشاركة في صوغ منظومة الإعلام التنموي الذي تستهدفه الدولة. وقع الاتفاقية الإعلام نشأة أديه الرئيس التنفيذي لقناة تن ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية مصطفى زمزم بحضور الإعلام عمرو عبد الحميد مدير عام قناة تن. وأكد أديه أن القناة تسعى بكل إمكاناتها لدعم المجتمع المدني من خلال اهتمامها بالعديد من القضايا الاجتماعية الرئيسية ذات الأهمية القصوى. قال العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الحكومة الجديدة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي وبدء حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات. وأفاد بيان ملكي بأن الملك كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة رسميا بعد أن قدم هاني الملقي استقالته من رئاسة الوزراء في محاولة لتهدئة الغضب العام بسبب ارتفاع الأسعار. وأكد العاهل أن فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان. أعلن نائب الرئيس الإيراني علي أكبر الصالحي أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستزيد قدرتها في تخصيب اليورانيوم من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لديها. في السياق قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده لديها القدرة على الإسراع بإنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا اليوم، وإلى اللقاء.